أنا ابتسامة ترسم الأمل بغد مشرق، وأنا عزيمة سواعد تخط أبجدية المستقبل، وأنا ثبات صخرة تبني أسس حضارتنا، أما أنا قلب يضخ نبض حياة نستحقها، أنا عين الأمان التي لا تخفل ولا تنام، وأنا من يروي حكايا وروايات التاريخ، أما أنا فثبات جذور زيتونة لا تهزها رياح عاتية. أنا فلسطين. الأسرة هي أول وأصغر مؤسسة في تاريخ البشرية، وهي عبارة عن خلية مترابطة متماسكة مكونة من عدد محدد من الأفراد، ويشتركون كلهم بأنه إلهم نفس النسب والأصول. والأفراد بهاي المؤسسة اللي هم الإخوة والأخوات هم نتاج مشروع زواج بين رجل وامرأة، يعني الأم والأب. والأسرة تعد من أقرب العلاقات البشرية وأقواها، ويعيش أفراد الأسرة كلهم في بيت واحد لحد ما يكبروا ويستقلوا ويقرروا يعملوا أسرتهم أو الاستقلال عن العائلة. الأسرة هي السند والدعم، وكل ما الأسرة كانت قوية ومتماسكة كل ما عكس على مجتمع إيجابي وبناء وقوي. العلاقة بين الإخوة والخوات بتكون بأغلب الأمر علاقة أقوى من إنه مشكلة أو سوء تفاهم إنه يضعفها. الارتباط اللي بينهم ارتباط قوي، وبتشاركوا بنفس زمرة الدم والخريطة الجينية. هذا موضوع بيخلق ارتباط وثيق بينهم. كثير بنسمع قصص في وقتنا عن إخوة عملوا شغل مع بعض ونجحوا. يمكن تكونوا أنتوا مشاهدينا عندكم قصة نجاح لأسرتكم بتخليكم تفخروا بالروابط الأسرية وأهميتها. اليوم بما إنه بنحكي في برنامجنا عن الأسرة والعلاقات الأخوية كتير مهمة وقديش أهميتها بالنسبة للمجتمع، إذا الأخ والأخت كانوا سند ودعم لبعض من هم صغار، الموضوع رح ينعكس على حياتهم. وعادة الأخ أو الأخت الأكبر هي اللي بتدعم. ممكن الدعم يكون بمسك الإيد أثناء قطع الشارع، وممكن يكون بدفاعك أو دفاعك عن أختك في مشكلة أو سوء تفاهم. ودايماً الإخوة بحسوا أنه لازم يحموا بعض من المحيط فيهم، وكتير إخوة كمان بيخسروا بعض بسبب وفاة. وبوطننا في عنا أخ شهيد وأخت شهيد، ودايماً هذا الفراغ بيكون موجود وما بتعبى. الله يحفظ جميع الإخوة والخوات والأسر الفلسطينية. قصتنا اليوم في تاريخ فلسطين ودعم الإخوة لبعض، وهي قصة تستحق منا أن نسلط عليها الضوء كونها كانت إضافة لتاريخ فلسطين في الأدب والشعر، وهي قصة أخ وأخت من نابلس. دعم الأخ الأكبر الأخت الأصغر لتبدع في وقت فيه كان جداً صعب إنه تلاقي الدعم حتى من الأم أو الأب. إبراهيم طوقان الأخ الداعم والمساند، الشاعر الفلسطيني العظيم والإعلامي اللي دعم أخته الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. قصتهم مجمعة تستحق منه إنه نسلط عليها الضوء. وأهلاً وسهلاً بكم في برنامج أنا فلسطيني. هي شاعرة وأديبة عربية فلسطينية، ولدت في عام 17 في مدينة نابلس، وتلقت علمها من أخيها الشاعر إبراهيم طوقان. إبراهيم خلقني، يعني بعد الله خلقني خلقا سويا، ولقبت باسم شاعرة فلسطين، كما أطلق عليها الشاعر محمود درويش لقب أم الشعر الفلسطيني. وتوفيت في عام 2003 عن عمر يبلغ 86. في أوائل عقد الستينات من القرن العشرين للميلاد سافرت طوقان إلى مدينة لندن البريطانية، وعاشت فيها لمدة سنتين، حيث تعرفت فيهما على منجزات حضارة قارة أوروبا الحديثة. بعد العام 67 وتحديدا بعد نكسة حزيران خرجت من قوقعتها لكي تشارك الناس في الحياة العامة في مدينة نابلس،
وحضرت العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي عقدها الأدباء والشعراء الفلسطينيون كسميح القاسم وتوفيق زياد ومحمود درويش وإيميل حبيبي. بنتذكر أول لقاء لي مع شعراء المقاومة توفيق زياد الله يرحمه ومحمود درويش وسميح القاسم، كان أول لقاء لي في حيفا، كتبت قصيدة أحييهم فيها وأهديها إليهم بعنوان لن أبكي. نالت فدوى طوقان الكثير من الأوسمة والجوائز مثل وسام أفضل شاعرة للعالم العربي وجائزة الزيتون الفضية الثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط وجائزة سلطان لعويس ووسام الاستحقاق الثقافي وجائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة ووسام القدس وجائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة وجائزة عرار السنوية للشعر وجائزة البابطين للإبداع الشعري، بالإضافة إلى جائزة كفافيس للشعر. تحدث عنها شاكر النابلسي حيث قال: تميزت فدوى طوقان بروح إبداعية واضحة، وضعت شعرها في مقدمة الشعر النسائي الفلسطيني إن لم يكن في مقدمة الشعر النسائي العربي. المؤلفات الشعرية لفدوى طوقان: وحدي مع الأيام صدر في مدينة القاهرة عام 52، وجدتها صدرت مع دار الأداب في عام 57، الليل والفرسان صدر في بيروت عام 69، اللحن الأخير صدر في مدينة عمان عام 2000، على قمة الدنيا وحيدا صدرت في عام 73، تموز والشيء الآخر صدرت في عمان في عام 89. المؤلفات النثرية لفدوى طوقان: أخي إبراهيم صدر في مدينة يافا عام 46، رحلة جبلية رحلة صعبة صدر عن مكتبة دار الشروق في عام 85، الرحلة الأصعب صدرت في عمان في عام 93 وترجمت إلى اللغة الفرنسية. مراحل شعر فدوى طوقان: المرحلة الأولى، كان شعرها على منوال الشعر العمودي الذي امتاز بالنزعة الرومانسية، وبرز ذلك في ديواني وجدتها ووحدي مع الأيام. المرحلة الثانية، تميزت أشعارها بالواقعية والرمزية، وكان شعرا حرا في غالبيته، وبرز ذلك في ديوان الليل والفرسان وأمام الباب المغلق. المرحلة الثالثة، بدأت أشعارها تأخذ منوال القصيدة التقليدية العمودية. في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 ألف مهاجر فلسطيني، وهذا العدد صادم بالنسبة للكثير، وكانت أسباب الهجرة متعددة. من هاي العائلات اللي هاجرت قبل النكبة، قبل نكبة 1948، ومنها اللي هاجر بعد نكسة 1967، ومنها اللي هاجر للبحث على فرص عمل أفضل وحياة اقتصادية مستقرة إله ولأسرته. الأمر اللي خلق تجمع فلسطيني كبير في أمريكا، وهذا التجمع عم بيزيد كل يوم، وعم تطلع أجيال فلسطينية يمكن ما عمرها زارت البلد أو زارتها لتزورها كسائح مش كمواطن. وهون صفى في خوف كبير على ضياع الهوية الفلسطينية للأجيال اللي انولدت وتربت في مجتمع بعيد كل البعد عن المجتمع الفلسطيني. اللغة والعادات والتقاليد وصحن المجدرة أو المسخن والثوب الفلسطيني وحتى اللهجة، كلها أمور عم بتحاول الجالية الفلسطينية بأمريكا إنها تحافظ عليها. تكونت مؤسسات وتجمعات محلية فلسطينية بتدافع عن الهوية الفلسطينية وبتحاول تحافظ عليها، وكون الفلسطيني محتل إلى يومنا هذا التحدي صار أكبر، وإصرار الفلسطيني المغترب بحفاظه على هويته صار أكبر وأكبر. مشاريع أصحابها فلسطينية ومؤسسات أصحابها برضو فلسطينية اتأسست وعم تتأسس كل يوم في المهجر للدافع عن حق الفلسطيني في هويته ووطنه وفلسطينيته. قصتنا اليوم قصة أسرة فلسطينية أصلها من قرية قضاء رام الله اسمها ترمس عيا،
معظم سكان ترمس عيا الجميلة بيحملوا الجنسية الأمريكية وشبابها بيعيشوا وبيشتغلوا في أمريكا، لكن اللي بميز أهل القرى إنهم مهما ابتعدوا جغرافياً عن البلد بضل في جذور ممتدة إلهم موجودة وبقوة. في منهم بيكون في إلهم بيت أو قطعة أرض ملان زيتون. ضيوفي هم أسرة فلسطينية مقيمة بأمريكا اختاروا الريادية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وأسسوا مشروع إبداعي ومعاصر بنفس الوقت فلسطيني 100%، مشروع جذور فلسطين أو بالي روتس. أصحابه هم ضيوفي في فقرة أنا فلسطيني في المهجر. السلام عليكم، اسمي زهران حسين موسى. انا حسين زهران. وانا اسمي امينة زهران. اصلنا من ترمس عيا كرم الله. بنتي امينة، ابن حسين وانا مؤسسين الباليروز جذور فلسطين. والفكرة بلشت انه لاحظنا انه الجيل الجديد فلسطيني او مش فلسطيني، ما بعرف كثير عن حضارة فلسطين وعن عن تاريخ فلسطين. فمن خلال السوشيال ميديا بلشنا نعطي مواضيع بيحبوها، مثلا موضوع الدبكة وكيف الدبكة بلشت، عن الكنافة وكيف الكنافة، وين تأسست الكنافة، وين عملوها أول شيء. فبلشنا نعمل مواضيع زي هاي ونالت إعجاب كثير من الجيل الجديد من خلال السوشيال ميديا. إحنا منزور فلسطين تقريبا كل سنة، وأحلى شيء في فلسطين طبيعة فلسطين، خاصة الجبال والشجر الزيتون، وأكتر شي بيعجبني كرم فلسطينية والفنجان القهوة اللي بيقدمه في كل بيت. إن شاء الله زايرين فلسطين في الصيف وبدنا نزور كل مدن في فلسطين الحلوة. إن شاء الله. إن شاء الله. فلسطين هي الأم، فلسطين هي بلد الأحرار، وإن شاء الله بدعمكم راح نوصل الرسالة للعالم. إحنا بنوصل بضاعتنا لفلسطين ولكل مدن فلسطين ولكل أنحاء العالم، وبنخطط ان شاء الله نوصل بالي روتس لمدن فلسطين مشان ندعم اليد العامله ان شاء الله. الف شكر للبالي روتس من كل انحاء العالم في امريكا، اوروبا، افريقيا واسيا، والشكر لكل الشخصيات المشهوره وخاصه انور جباوي لدعمهم المستمر. هدفنا في البالي روتس جذور فلسطين زي ما قلت ان نوصل الفكره للعالم، بس أكثر من هيك إن نقدم لفلسطين بمساعدة مؤسسة زمزم ومؤسسة مكة. قدرنا نوصل تقريبا 82,000 دولار لغزة ولأطفال غزة، وإن شاء الله رح نكمل بدعمكم المشروع للسنين القادمة إن شاء الله. وطبعا إحنا في البالي روتس جذور فلسطين ندعم الصناعة الوطنية، مثلا عندنا شماغات الحرباوي الأصلية، عندنا صابونة نابلس الأصلية كمان، وهاي الخشب من بنجيبه من بيت لحم نعمل فيه سلاسل وأساور زي هيك، تطريز على طواقي زي هيك على خارطة فلسطين، ومثلا عندنا الكنافة طاقية الكنافة، وهاي الحجاب جديد نزلناه قبل أسبوعين عليه تطريز الخارطة كمان، وعندنا كمان رائحة روائح للسيارات. طبعا اعطيناها اسامي فلسطينية، مثلا هذا اسمه برتقال يافا، وعندنا احبال مفاتيح زي هيك عملناها لمفاتيحكم عليها شماع وعليها كل اللوجو تاعت البالي روتس، وسنسيل هيك ستينلس، وعندنا هاي جرزاية كمان نزلناها قبل اسبوعين للعلم وعليها شماع هون على أكم. وجرازي زي هيك عليها جرازي لفلسطين للقدس،
وإن شاء الله دائما نعمل لكم كل البضاعة اللي بتحبوا تشوفوها إن شاء الله على البالي روتس. ادعمونا وتواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا على فيسبوك إنستغرام سناب شات، وزوروا موقعنا palyroots.com. شكرا. السلام عليكم. الأسرة هي أهم دواعم الاقتصاد المحلي، وإذا كانت الأسرة متعلمة ومنتجة بيكون المجتمع منتج وإيجابي، يعني علاقة طردية وناجحة. وكان في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني مؤسسات وشركات كبرى ترجع أصولها للعائلة وبدعم المجتمع الصحي الفلسطيني، هذا الإنتاج ممكن يوصل للعالمية، وشركات أصلها من فلسطين انطلقت إلى كل دول العالم، ومؤسسات كبرت وعم تكبر كل يوم بجميع النطاقات، أصلها فلسطيني وأصحابها عائلات فلسطينية. طبعاً المعظم عنده حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وأنا من النوع النشيط بأمور مواقع التواصل لأني بعدها أحد أهم سبل التواصل في عصرنا السريع وإحدى أهم طرق التشبيك في الدنيا، وبمر من خلال أبحاثي على هاي المواقع على قصص كتير، من قصص نجاح ومقالات وحتى مشاريع ريادية شابة سواء في الوطن أو برا الوطن. في اليوم من الأيام اللي كنت فيها أنا في خضم بحثي عن قصص فلسطينية مبدعة ومشرفة، وجدت قصة طريفة وتستحق الاطلاع عليها، وهم ياسر وزينة. مين هم ياسر وزينة؟ خلينا نتعرف عليهم في التقرير التالي في فقرة صنع في فلسطين. ياسر وزينة دميتان ترتديان الكوفية اعتزازاً بالتراث الفلسطيني. ياسر بالملابس الخضراء والكوفية، وزينة بفستان تقليدي فلسطيني، دميتان من خيال هيلانا أبو شريفة، الشابة الفلسطينية صاحبة مصنع الدمى الوحيد في فلسطين. وهذا لم يرق للسلطات الإسرائيلية، لكنه لم يمنع هذه الشابة من مواصلة ابتكاراتها التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الثقافة الفلسطينية. انطلقت هيلانا مع زوجها حسين في تصنيع الدمى منذ أكثر من 15 عاماً، ويخرج من مصنعها الصغير الواقع في مدينة طول كرم بالضفة الغربية كل سنة آلافاً وآلاف من الدمى من نوع ميكي ماوس وسبونج بوب والسنافر، وتلقى بضاعتها رواجاً كبيراً في السوق المحلية، لكنها لا تستطيع تصديرها بسبب عدم امتلاك حقوق التصاميم الصناعية. عام 2014 قررت هيلانا تغيير خطتها والانطلاق في مشروع أكثر طموحاً، ألا وهو تصنيع دمى مستوحاة من الثقافة الفلسطينية. وفي ظرف بضعة أشهر استطاعت النهوض بمشروع ياسر وزينة، وهو مشروع كاد أن يفشل بسبب التوترات بين إسرائيل وفلسطين. دمية ياسر سببت للمصنع عدة متاعب. الفكرة من هذا المشروع هي التعريف بالتراث الفلسطيني ومكونات هويتنا الفلسطينية. لقد وضعت تصوراً للعديد من الفساتين من أجل زينة، لأنه في كل مدينة فلسطينية ترتدي النساء فستاناً تقليدياً مختلفاً. أما ياسر فصنعت له طقمين من الثياب، الكوفية مع البدلة الخضراء الداكنة، تكريماً لشخصية الراحل ياسر عرفات، وبذات الشاب الفلسطيني بقميص قطني وقبعة عصرية. دمية ياسر سببت لنا عدة متاعب. في نهاية كانون الأول ديسمبر عام 2015 جاء الجيش الإسرائيلي إلى المصنع وصادر جميع دمى ياسر التي كانت هناك، أي نحو 700 دمية،
واتهمنا بتهمة التحريض على العنف. أصبنا بالذهول لأن دميتنا لا تحمل أي رسالة عنف، فهي مجرد تمجيد لثقافتنا الفلسطينية، علقت هيلانا. العيلة والمجتمع والأصدقاء، كلها دواعم في المجتمع ليكون إيجابي وريادي ومبدع. وكون الفلسطيني محتل من أكثر من 60 سنة وهويته دايماً مهددة بالسرقة والضياع، الفلسطيني العنيد ما قصر وأبدع وأنتج وأطلق حملات للوطن وأنتج منتجات وصنع وبنى وعمر. الفلسطيني مخترع ومبتكر، شاعر وكاتب في الماضي والحاضر، في الوطن والشتات. ما بخلى أي منتج فلسطيني من البصمة الفلسطينية والفخر بالأصل. في حلقتنا اليوم طرحنا مواضيع بتورجي قديه الأسرة هي أساس نجاح أي مجتمع، خاصة المجتمع الفلسطيني. وطرحنا قصة الأخوين توقان، وهي فدوى وإبراهيم توقان، اللي يعدوا من أعمدة الأدب والشعر الفلسطيني في التاريخ الحديث. ومرينا بعديها بفقرة أنا فلسطيني في المهجر على قصة عائلة من ترمس عيا أبت أن تستسلم لضياع الهوية الفلسطينية بين أجيال جديدة مهاجرة وبعيدة عن الوطن، وأسست علامة تجارية عليها خارطة فلسطين التاريخية، وسمت مشروعها الريادي جذور فلسطين أو بالي روتس. وفي آخر فقرة في برنامجنا اللي هي فقرة صنع في فلسطين، عرفناكم على مصنع صنع دمى بهوية فلسطينية، وهما الأخوين زينة وياسر. الدمى الفلسطينية اللي أغضبت قوات الاحتلال لدرجة إن قوات الاحتلال قامت بمصادرة كمية كبيرة من هاي الدمى، كونها أكيد أحد أهم ركائز المقاومة السلمية والحفاظ على الهوية من خلال الأطفال ودماهم. وفي ختام القول بقول العائلة هي أساس نجاح الكثيرين، وهي الانتماء الأول للإنسان. الله يحفظ لكم أسركم اللي لولاها ما بنكون إحنا إحنا. وسلام عليكم وسلام إليكم، إلى لقاء قريب في وطن فينا ومننا.